نحن ساهمنا في هذا. هالفكرة أخوي خليها ويتني مهم. ياتني في 2010 كنت في الجزائر، دعانا أحد أعضاء تدريس لعرس ولده. نعم. أبغى أشارك المستمعين في القصة. مستمتعين. فرحنا الجزائر، ودوني هناك إلى نص الصحراء الجزائري في مدينة تسمى واتسوف. هذه واحة في نص الصحراء الجزائري في شهر 7. لم أرى نخيل في حياتي على مد البصر مثل الواحة هاي. سبحان الله. إيه نعم. والبيوت عندهم مثل جبيب كذي، كلهم قبب، لأن فيهم رمول على عواصف رملية. نعم. فسوين جبيب أساس ما تجمع الرمل داخل. فرح دخل أحد المزارع أخويا خليفة، أقول حق صاحبي اللي وياي، أقول يا أخي أنا ما رأيت نخيل مثل النخيل اللي عندكم اللي أعدادها من الكبر. فالمزارع كان جمنا، قال أنت ما تعرف نحن من 20 سنة ما كانت عندنا 10% من هالنخل. سبحان الله. نعم. قلت 20 سنة نحن نعرف النخيل، مستحيل خلال 20 سنة تكونوا هكذا. قال لا، هذا أبونا زايد الله يرحمه، الله يرحمه، أعطانا وهبنا النخيل هاي.